ودي انا اضيف بس على الدور المهم اللي انت تفضلت فيه، الدور المصري اليوم المهم. اليوم مصر لا تمثل الشعب المصري، القيادة المصرية ليست فقط تركز على يعني ما نشهده احنا ك يعني زائرين لمصر من رخاء ومن كثر يعني النمو والتنمية التي يعني نشهدها. صراحة في كل زيارة لمصر نجد مشاريع جبارة، نجد طرق، نجد بنيان، نجد غير الأشياء الظاهرة، غير الحجر، نجد التنمية البشرية الفاعلة. كثير من الشباب، وانت تعلم انا يعني بلف واروح وازور والتقي بالجامعات مع الطلبة والطالبات، قاعد اشوف جيل صراحة مشرف، جيل نفتخر فيه كعرب، جيل ملهم، جيل يعني واعد في المستقبل. هذا بالتأكيد يعني يحتاج مثل هذه الفرص والإمكانيات التي تسخر له والتي فعلا يستحقها الشعب المصري ويستحقها المستقبل في مصر. فهذه أمور بكل تأكيد يعني تسعدنا ونفتخر فيها، ورائها طبعا رجل يعني كبير، رجل ملهم، رجل يعمل ليل نهار مثل ما يعني نراه ونتابع من أجل استقرار هذه البلد وبالتالي استقرار المنطقة والحرص على يعني الاستقرار في المنطقة العربية ككل. صحيح 100%.